عليكم السلام. عليكم السلام. أبو موسى طبعا هو عبد الله بن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتمام الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الباب الحافظ المنذر رحمه الله يتكلم على وجوب استحضار النية وإخلاصها لله تبارك وتعالى في مسألة الجهاد، وأنه يريد ما عند الله عز وجل من الأجر ولا يبتغي بذلك المغنم لعرض من هذه الدنيا. وأول حديث فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من المغانم في هذا الجهاد، منهم من يريد الذكر، منهم من يريد الصيت، منهم من يريد عرض من الدنيا. وسألوه أيهم يكون في سبيل الله فأجابهم جواب الحكيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يندرج تحت أحاديث المسمى بجواب الحكيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: من جاهد لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو فين؟ فهو في سبيل الله، لا لغرض من الدنيا ولا لمغنم ولا لصيت ولا ليعطى نوطا من الأنواط ولا ليعطى شهادة من الشهادات. وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يقاتلون وكان يعطيهم قالوا: يا رسول الله ما على هذا إيش بايعنا؟ قال: إذن على ماذا بايعتني؟ قال: أن أرمى بسهم إيش ها هنا فيخرج منها هنا. قال: إن تصدق الله يصدق. إذن القضية هنا قضية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مسألة الإخلاص. فدخل الرجل فجاءه السهم في نفس المكان الذي أشار إليه. قال عليه الصلاة والسلام لما نما إليه خبره: صدق الله فصدقه الله. وقضية النية أخوان من القضايا المهمة جدا. أنت الآن تتمنى أن تدخل في تجارة وتقول سأجعل منها لله، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واحد كان منتف ما عنده ريال لهالة، قال: والله أنظر لله عز وجل نذرا، لو جات الوظيفة أذبحتين، جات الوظيفة بيدور يذبح دجاجة ولا يوزع بيض. أيوة يبغى فتوى والتاء سين مذكمة الأنوف. الله غني عنك وعن نذرك جزاك الله خير. ولذلك صدق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لما قال: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. أي إنسان ينذر قل له ترك بخيل، لا تزعل. النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: الله غني عنك وعن نذرك. هو الله تتعامل مع الله بالمقايضة؟ أعطيني قمح أعطيك تمر، أعطيني تمر أعطيك بسكوت. الله غني عنك يا ابن الحلال،
وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر يعصي الله فلا يعصي. لا تقعد تعمل مع الله بالمقادة، يا رب لو جتني وظيفة سوي كذا، يا رب لو تزوجت، لو يا رب لو جاني ورع أذبح 2 3. يا ابن الحلال ريح نفسك من هذه الأشياء، الله لا يتعامل مثل هذا التعامل. لأن الإنسان إذا تهيجت نفسه لحب ربه تبارك وتعالى وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، تهيجت نفسه لفعل الخير وإن لم يأتيه شيء، ما محتاج إننا يجينا. ثم بعد ذلك، بعد أن يبتليه الله عز وجل ويوفقه لما أراد، يبحث عن كيف يخرج من هذا المطب والمأزق الذي وضعه لسانه السيء فيه. وضحت هذه يا أخوان ولا ما وضحت؟ إذا إيش حكم النظر؟ قال الإمام أحمد الأصل النذر، قال على قولين، التحريم أو الكراهة، والأقرب قالوا أنه مكروه. ليش ما قلنا أنه محرم؟ لأن الله زكى أهله وقال يوفون بالنذر، فلما زكاهم، وأيضا لما قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر يعصي الله فليعصيه، فدل أنه هذا النهي انصرف، فأصبح النذر أنه مكروه وليس محرما. أتوقف عن التحريم وأتوقف عن كراهة. أي خلاص، هذا اللي احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. أنت تريد أن تعصي الله وتطيع الله، أطيعه يا أخي، ولكن لا تعصي تبارك وتعالى. النبي عند أبي داود مر على امرأة قد أهلكت الشمس، أغمي عليها، قال إيش بقى؟ قال نذرت أن تحج حافية ماشية ولا تركب ولا تستظل. النبي قال الله يرضى عليك، قل لأمك أنها تركب وأنها تستظل، فالله غني عن تعذيبها نفسها. الله غني عنك وعن تعذيبك نفسك وتعذيبك لجيبك يا ابن الحلال، جيبك يتعبك بعدين تطلع لك كل مرة تيس بألف ريال بألفين ريال، واللي يقول لك أذبح بعير، خلص بعران البلد كله وتيوس البلد كله وما طلع حتى ولا دجاجة، ما في داعي لكل هذا، جزاك الله خير. ادعو الله عز وجل ربنا يوفقك ويسدد لك الخير، وان سيرت نفسك وطلعت طلعت، ما طلعت ما طلعت. فأهم شيء يا اخوان ان يكون عملك لوجه الله عز وجل. ولذلك ان اول ما تسحب بهم النار 3، توقع هذول قبل الكفار، موحدون مسلمون لكن خلطتهم ايش؟ عدم الاخلاص، المجاهد والمنفق ومعلم الناس القران، 3 وظائف هامه جدا. احدهم جاد بنفسه وماله، والآخر جاد بنفسه ووقته، والثالث جاد بماله، ومع ذلك أول من يلقون في النار لتستعر بهم قبل الكفار والمشركين. لماذا؟ لأن النية قد جانبت أعمالهم. ولذلك إن إخلاصنا كما قال سفيان يحتاج إلى إخلاص دائما في كل عمل، استحضر فيه النية. قيل الحسن هيا نتبع الجنازة، قال انتظر حتى أنوي، عشان ما تكون مجاملة. بعض الناس تلقى جالس في المجلس مجامل، صح ولا لا؟ ذهب للوليمة مجامل، ذهب للمباركة مجامل، بل منهم من يذهب لحد مكة ويجيب عمره هو عشان مجامل ايش؟ يقول لك احسن بعدين يا اخي يتكلموا فيها، معلش اصوم جاي وابغى اطلع ايش مع عمتي، جاي وانا طالع ايش مع الربع، جايين وانا رايح ايش معاهم. لهالدرجة يا اخي المبارك، لهالدرجة. جزاك الله خير، ما أنا قادر تستحضر. ولذلك إنك أنت تحسن عبادة النية، وإنك أنت ترتب وتخلص هذه النية لوجه الله عز وجل، هو المطلع على ما في قلبك ويرى ما في الضمائر تبارك وتعالى، ويعلم ما في الخواطر عز وجل، وهو الذي يعلم السر وأخفى. إذا نحتاج فعلا يا إخوان نحن نزكي في أنفسنا وفي من حولنا عبادة استحضار إيش؟ أي والله، والله إنها عبادة عظيمة لمن تلذذ بها. تجد الإنسان يتوضأ بنية واحدة، واحد يتوضأ بإيش؟ بنيتين، واحد يتوضأ بثلاث نواي، واحد يتوضأ بأربع نواي، تلقى واحد يصلي بنية واحدة، واحد يصلي بنيتين، واحد يزور المريض بنية واحدة، واحد يزور المريض بنيتين، واحد يزور المريض بثلاث نواي، تلقى واحد يتصدق بنية واحدة، واحد يتصدق بنيتين. يعني توقع أنه أنت راح تعطي الصدقة، إنك أنت تتصدق أول حاجة بنية إنها لله، هذا رقم واحد. لازم كل عملك تجعل قلنا صلاتي ونوسكي وحياتي. ثانيا أنك تأخذها متواضعا، فتنزل من سيارتك وتذهب إلى إيش؟ إلى هذا المحتاج وهذا المسكين. ثالثا أن تخبت وتطأطئ رأسك ولا ترى أنك أنت لك فضل إيش؟
انك لك فضل عليه. رابعا ما تقول له ادعي لي، ليش؟ ليصبح العمل كله خالص لله عز وجل، ما تصبح المثل مثلة ايش؟ معاوضة. اعطيته قلت له ايش؟ ادعي لي، لا، من غير ما تقول له انك انت ايش؟ انك انت ادعو لي. ورابعا وانت بتعطيه تقوم تتبسم ايش؟ في وجهي، تبسمك في وجه اخيك ايش؟ صدقة. ثم بعد ذلك تؤنسه بكلمة طيبة وتسأله عن اهله وكيف حالهم وكيف اموركم وهكذا. طلعت 7-8 نوايا في ريال، صح ولا لا؟ في ريال واحد. حتى الطعام يا اخوان، النعمة اللي تبقى مننا هذه ونحن نخرجها نرتبها وننظفها ونضعها في مكان لكي يأتي الداجن يأكل منها، لكي تأتي الطيور وهي تأكل ايش؟ وهي تأكل منها. وما أجمل رجل سبحان الله يقول أنا مسوي في الشرفة عندي من برا حاطط حبوب وحاطط موية عشان يجي الطير ايش؟ يأكل ويشرب ايش؟ ويشرب منها. نوايا كثيرة موجودة. لما تروح لأولادك للحرم لا تخليهم ينفروا الصيد، ينفروا الحمام. حلوة، ممتاز، صح صح، كلام الشيخ ممتاز. لكن عندنا قاعدة تقول هل المكلف مكلف بغير من المكلفين؟ هذه قاعدة مهمة جدا. هو إذا كان غير مكلف فأنت تأثم على خطئه وأنت المكلف. هذه قاعدة جميلة. أيوة، أنت عاد سبحان الله العظيم، هذه هي مسؤوليتك أخي المبارك، لأنك لا أريدك أن تكون أرحام تدفع وأرض تبلع. ما نبغى القاعدة هذه، أرحام تدفع وأرض إيش؟ تبلع. لا، أنك أنت تكاثر وتناسل، فإني مباهم بكم يوم القيامة. نعم، هذا شيء جميل، لكن تبدأ أنك أنت تعلمهم إيش؟ الدين. كان الزبير بن العوام إذا أنجب ولدا سماه بأسماء الذين قضوا شهداء من الصحابة. فعند مصعب، مع مصعب تسمية على مصعب بن عمير، وعند عروة على عروة بن مسعود الثقفي، وعند عبد الله على عبد الله بن جحش. يعني كل ما يسمي ولد يسمي بأسماء مين؟ الصحابة الذين استشهدوا، مو الصحابة العاديين اللي هم لم يدركوا الشهادة. فلما سئل عن ذلك قال لعلهم يبلغون الشهادة. وسبحان الله أغلب أولاده ماتوا إيش؟ نحسبنا ذكر الله ماتوا إيش؟ ماتوا شهداء. طلحة بن عبيد الله كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، موسى ويحيى وزكريا. فإذا التقيا قال الزبير لطلحة تسميهم بأسماء الأنبياء ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسميهم بأسماء الشهداء لعلهم يدركون، لأن الشهادة موجودة إلى يوم القيامة. شفت يا أخوان استحضار النوايا كيف يأتي؟ حتى نعم استحضار النية في إنجاب الذرية، أنك تستحضر حتى النية وأنت بتجيب إيش؟ الذرية. وأنت بتسمي الطفل، واحد بتسمي بنته راما، راما هذا تعرفون إيش راما؟ إله من آلهة الهند يا أخوان، إله يعبد من دون الله عز وجل. لا، ما وافقتش الحكومة، الحكومة الآن طلعت قرار بتغيير كل هذه الأسماء. النزع لا على كده. لا، كل هذه أسماء غير صحيحة يا أخواني. بالله تروح بنتك تقول لها يا راما 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 راما، يا ابن راما أنت الله يهديك. هذا لا، هذا مسمى لا يجوز. في كتاب جميل للشيخ بكر أبو زيد بعنوان ايش؟ أسماؤنا، أو معذرة، تسمية المولود للشيخ بكر أبو زيد. يعرف ايش الأسماء؟ واحد يسمي بنته سلافة. تعرفون وش سلافة؟ قطرات الخمر سلافة. أجل ايش؟ لكل واحد حظ من اسمه، أو تشبه بناس. أيوة، كل واحد حظ من اسمه. سلافة راحت، سلافة جات، تطلع سكرجية درجة أولى بعدين. صلى الله السلامة والعافية. ما ينفعش يا اخواني. لما واحد قال قلنا له سمي اخي كذا فاطمه ولا بتاع، قال واو لول، ده اللي فاهمين واو لول، ده اللي احنا اخذناه من الشات ومن الانترنت. واو لول ده اللي عرفنا في اللغه الانجليزيه كلها، واو لول برضه. يا عيب يا ابن الحلال، ده يا اخي لنا الشرف يا اخي يكون عندي فاطمه اقول لها يا بنت انت سميناك على فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام، سيده نساء العالمين، سميناك على خديجه المراه الاول من اسلمت من ايش؟ من النساء. سميناك على عائشة الحميراء زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة إن شاء الله عز وجل، التي جاء جبريل وصورتها في سرقة من حرير قال إن يشاء الله يمضه.
سميناك على صفية بنت عيب بن أخطب كده دائما مسميات جميلة. مش ما تقول لك يا بابا ايه معنى رامة، اقعد بقى حب فراسك زي المجمل بقى عشان تقول لها معلش تلفق لها اي كذبة على معنى رامة. وبعدين تكبر البنت وتدخل على شيخ جوجل وتتفاجأ ان اسمها هو اله من آلهة ايش، من آلهة ايش، من آلهة الهنود، نسأل الله السلامة والعافية، يعبد من دون الله تبارك تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة في استحضار النية، لا أريد أن أطيل فيها، لكن يعني ترجمة الباب اللي احنا فيه تدل على أن احنا فعلا يا أخوان محتاجين في كل حالة من الحالات. توقع كده الدكتور هو دخل العيادة مستحضر النية، مش عشان وظيفة وراتب وكده، لا، إن أنا أساعد كل مسلم يدخل علي، أصلي أساعدك تعده، إن أنا أفرج عن كل مكروه، إن أنا أمشي في قضاء حوائج كل هؤلاء. ليش المرضى؟ لأن أمشي في قضاء حالة أخي أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا شهرا. توقع الشهر ده فيه كم صلاة؟ والصلاة بألف صلاة، يعني عمر ثاني. لكن شوف هذا يدلك على يعني عظم قضاء إيش. نبغى نستحضر النية وأنت بترد حتى على الجوال، فيش داعي تقول يا رجل فكنا منه، مش ما فيش من وراء حاجة هذا. أنا ما هوش ظهر ولا ما هوش أمور، أنا أقعد ما هو هو شايلني وإيش؟ ادهن السير يسير، إذا من وراك منفعة أنت أخويا وعمي وأبويا وأنور وجدي كمان، ها؟ ما فيش من وراك منفعة، صمت الجوال ولا عملت عليه مغلق بعد كده ولا حطتك في المحظور الأرقام المحظورة، تتصل يقول لك يمكن يتصل به الآن غير موجود بالشبكة. ما هي القضية دي كلها ماشية هكذا. لكن من الذي يستحضر نية كل شيء لوجه الله عز وجل؟ أننا أساعد الناس كلها، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، صبروا على كل شيء، على الأذية، على الطاعة، على المعصية، على القضاء الحوائج، على وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا هو الذي نحن نقوله ونحن نحتاجه. يعني قبل كم يوم مات الشيخ سيد الدعجاني، يعني هذا الرجل كان معمر فوق 90 سنة، وهو أول من مسك ملف الطلاق بأمر من الشيخ بن باز في منطقة محافظة جدة. هذا الرجل يقول عليكم السلام ورحمة الله، لما دخل الشباب يذكرونه بالآيات ولا إله إلا الله كان يغلطون في الآية هو يصحح لهم، حتى في نهاية كلامه تشهد ومات رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الذي حنا نريده، نسأل الله يختم لنا ولكم جميعا بالخير واليمن والبركة. هذا هو الذي من ثمرات الجوارح أنها يحفظها الله تبارك وتعالى لعبده، ومن ثمرات قضاء الحوائج أنك تجدها في ذلك اليوم وأنت يعني أحوج ما تكون لأن توفق لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي معروف ما يحتاج يعني وكان له ملف الطلاق وكان مجتهدا في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني من المعمرين رحمه الله برحمته الواسعة. تفضلوا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، وفي روايه بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه ينكحها ينكيحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، كان أحب إلينا لو استفتح المصنف رحمه الله الباب بهذا بهذا الحديث، لأنه يتكلم عن النية، ولا بأس ولو كرره واستفتح كتابه كله بهذا بهذا الحديث. لأن يا أخوان مسائل الترغيب والترهيب لابد أن تستحضر فيها ليش النية. كيف؟ لأن الترغيب تستحضر فيها النية على أساس تجعل إذا أقبلت على عمل مرغب فيه تكون لوجهه إلا، وإذا خشيت عمل مرهب منه أن يكون خشيتك للعمل لوجه الله. هناك من يريد أن يسرق فلما يرى الشرط يتوقف عن السرقة، هذا رهب، لكن لأجل ماذا؟ أيوة لأجل الشرط، مش من بالنية. شاب من الطلاب كده داخل يغش، حضر الحجابات كده مظبط نفسه تماما. الله كنا في أيام الكلية أتذكر طبعا الشباب في ليبيا عندهم حاجه اسمها الفرمله. الفرمله هذا عباره عن ايش؟ شفت السديري هذا يونيفورم كده، السديري مظبط كده يعني طقم كامل، التوب مع السديري مع السروال. واحد من الطلاب والله يا اخوان السديري طبعا له يعني واجهه، والله يفتح يعمل كده
تلقاه كل المنهج هنا، ويفتح الثاني كذا كل المنهج ايش، كل المنهج هنا، وواحد ثاني مضبط ايش البرشام، شفت علب الجبنة هذه الجبنة المثلثات مضبطها كده، ويقوم يحطها في الدرج ويقوم يلف كده يلف على السائل هو ايش اللي هو حيجيله. وطبعا سبحان الله، طب هذول لما انت جزاك الله خير داخل هكذا، ما الذي يوقفك عن الغش؟ خوف الملاحظ، لكن لو جعلت الخوف ممن؟ من الله تبارك وتعالى، كان هذا أعظم. ولذلك الجن تأملوا قول ربنا تبارك وتعالى، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ليش؟ لأن الجن غشاشين، لأن الجن غشاشون. فكان سليمان يجي ويجلس ويضع المنساء يعني العكاز، ويحط إيش ذقنه عليه ناظرا إليهم، فطول ما هم شايفينه قاعدين إيش يشتغلوا، لأنهم في الحقيقة غشاشون. مثل ما أنت يكون عندك عمالة غشاشة، طول ما أنت محضر في المكتب تلقى السكرتير أيوة يا باشا تفضل يا أستاذ أيوة، هو مسوي نفسه إيش إنه في عمل، أول ما أنت تضرب الباب وتمشي على طول كل واحد إيش مكانه جلس، ولا كأني فيش كأني في عمل. هكذا كان الجن في غشهم. فسبحان الله العظيم لما جاء وفته المنية سليمان عليه السلام، وفته المنية وهو يراقب فيهم وهو على إيش من سأته، فجاءت الأرض تأكل المنسى أيام وليالي، مو في يوم ولا اثنين، فلما أكلتها من أصلها ثقل سليمان، والأصل قد أزيل، فماذا حدث من سليمان؟ خر عليه السلام، سقط. هنا الجن تبينت أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إيش العذاب المهين؟ ناس جالسة تغوص وتطلع له اللآلئ من البحر، وناس جالسة تصنع القدور الكبيرة اللي هي القدر منهم قد البيت، وناس جالسة تعمل المحاريب، وناس جالسة تعمل الجفاء، وهكذا. ده كله عذاب إيش مهين. سخرهم كانوا موجودين إيش كانوا موجودين فيها. النية والخوف من الله عز وجل يعظم عندك كل هذه الأشياء. إنما هذا يسمى إخوان أسلوب حصر وقصر، أسلوب الإن اللي ذكرت عليها الماء كفت عملها بلاغيا، يسمى أسلوب حصر وقصر. إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، يعني لابد لكل عمل من نية لكي تتمايز العبادات بعضها عن بعض. صيام النافلة له نية غير صيام الفريضة، صلاة الظهر لها نية غير صلاة العصر، ولكي تتمايز العادات فتقلب إلى إيش؟ إلى عبادات. وانتبه لخطأ نقع فيه، لا تقل لابنك يا ابني كل عشان تكبر، فأصبح المبدأ عند الواد أنه بيأكل عشان إيش؟ عشان يكبر. طيب وإذا ما كبرش قاعد مقروض كده على طول، فلا تجعل هذا التربية. احنا تربينا تربية الله المستعان، تقولش كل عشان تكبر، قل له يا بابا كل، واستحضر النية انك يقويك الله عز وجل على ايش؟ على العبادة. محمود خيل الحصري رحمه الله، المولود سنة 1335، هذا الرجل دخل الإذاعة وعمره 28 سنة، وظل 10 سنوات لا يذاع في الإذاعة إلا مصحفه هو، ما فيش كان مع أحد، لا من شاوي ولا عبد الباسط ولا أي أحد أبدا، ما كانش فيه إلا مين؟ إلا الحصري، وهو أول من سجل مصحف برواية حفص عن عاصم، مع أنه خريج دار علوم لغة عربية، مش خريج إيش؟ ما هو خريج من الأزهر. يقول أحد أبنائه كان والدي يقول إذا حفظتم آية أدي قرش ساق قرش هللة، واللي يحفظ جزء يأخذ 10 جنيهات. قال فحفظنا القرآن كلنا. عايزين خطة استراتيجية أخوان للسنة الجاية إن شاء الله، من الآن نبدأ نعد الخطة دي، ماذا أريد من أبنائي، ماذا أريد أنا من نفسي، ماذا أريد من زوجتي، إيش إحنا نبغى نسوي في الخطة القادمة هذه. يعني هل عندنا هيكون برنامج إن إحنا مثلا نبدأ في دراسة كتب نمسك السيرة عشان الناس تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، هل حيكون عندي دراسة إن أنا أقول لأولادي اللي يحفظ فيكم يا أولادي آية له ريال،
يعني توقع على حصص جزء النبع حدي 500 ريال. يا أخي ادفع الفلوس على أولادك في هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما هو عيب. ولو خلصت جزئين لك هدية، ولو تمت القرآن كلنا حديك هدية. حنبدأ طيب نحفظ الأربعين النووية، حنبدأ نحن ننزل ونرتب المكتبة للبنات ومكتبة للأولاد. يعني لابد يكون يا أخوان عندنا خطة استراتيجية على المستوى الفردي والمستوى الأسري داخل إيش، داخل العائلة. ما ينبغي تكون سنة 35 مثل سنة 34، لابد. وأأتي لأولاد المتعسرين في الدراسة، تعال يا ابنتي إيش ما هي المشكلة لديك، هذه طيب حنرتبها إن شاء الله، هذه نرتبها. متعثرين في اللغات أيضا هذه نرتبها. المتعثر في الصلاة لابد أجد له حلا لكي يصبح محافظا على الصلاة. ما هو الحل؟ أنك أنت نفسك حاضر على الصلاة الأول، وينشأ ونأشئ الفتيان فينا على مكانه عود. أنت حافظ أنت الأول على الصلاة لكي تكون قدوة وتكون indirect message وتدي له رسالة لذلك. فهمت ولا لا؟ تدي له رسالة فهو يخرج معك، وتدي له ترغيب وتدي له تحفيز على مسألة أنه يحافظ على الصلاة، وبالذات صلاة إيش؟ الجمعة وصلاة الفجر وصلاة العصر التي يكون فيها نائم، وبينه وبين المدارس نص ساعة. ليش ما تاخذوش معاك لكي يخرج إلى هذه الصلاة وتجعل له تحفيزات إلى غير ذلك؟ هذه الخطة الاستراتيجية التي منها يبدأ سبحان الله العظيم نحصل عندنا تربية من نوع جديد في داخل هذه الإيش؟ هذه الأسرة. إنما الأعمال بنت، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه زيادة جديدة تفيد معنى جديد معناها وإنما، أيضا أسلوب حصر وقصر. لكل امرئ ما نوى هذا معنى الإخلاص، هذا معنى الإخلاص، لأن هناك من ينوي بعمله الدنيا وهناك من ينوي بعمله الآخرة. فلما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مخلصا في أداء هذه الإيش؟ النية وهذا العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كررها للتعظيم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى تحقيرا للأمرين وتعميما لكل ما كان في مثلهما، لكل ما كان في مثلهما. أما ما يقال أن هذا الحديث جاء سببا في مهاجر أم قيس، فربما أن القصتين تتشابهان لكن ليس بينهما اتفاق. هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم من جامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يدخل في 60 بابا من أبواب العلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كما قال ابن حجر غريب في أوله مشهور في آخره، لأن السند الذي فيه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيين المكي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب عن منبر يقول سمعت النبي يقول. فغريب في أوله، يعني لم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا هو غريب، الغريب هو الذي يرويه إيش الواحد. مشهور في آخره رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 150 نفسا، أصبح مشهورا في آخر سنده، وهو استفتح به البخاري كتابه من المحدثين قاطبة استفتح هذا صحيحه بهذا الحديث لعظيم أمره. نعم شيخا، هاجر هل لها يعني مسافة؟ الهجرة لها مسافة مثلا إلى مجلة هذا العلم الآن، هل نعتبر أن هاجرنا إلى الله من هذا المكان أو لها يعني مسافة؟ هو الشيخ يعني يريد أن يقول يعني هل الهجرة تحد بزمان ومكان؟ لا، إلا ما كانت هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في 20 رمضان سنة 8 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن جهاد ونية. فتظل هجرة المعاصي وهجرة كل ما يبعد عن الله باقية، ويظل حتى إنك أنت الآن في حضورك مجلس العلم قد هاجرت إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يحدها زمان. وإن كان فواق ناقة، وإن كان مثل فواق إيش؟ مثل فواق الناقة حصلت فيه النية وصلحت فيه النية
فإنه يعد من هذا الايه من هذا الباب. والمهاجر حديث البخاري في كتاب الإيمان من هجر ما نهى الله عنه، هذه من أعظم الهجرات يا إخوان، أنك تهاجر ما نهاك الله تبارك وتعالى من البدعة، من مجالس السوء، من مجالس الغيبة، من كل هذه الأشياء. هجيرك في ذلك وعجلت إليك ربي لتربى.